بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسواق. موضوعنا في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة عن برنامج التوازن الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. سنتحدث عن البرنامج، ثم سنتحدث طويلا عن آثار هذا البرنامج على الاقتصاد السعودي، ونأخذ تجربة شركة الإلكترونيات المتقدمة بالرياض، وهي إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي. ولذلك من الطبيعي أن يكون ضيفنا هو الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، الأخ الدكتور غسان عبد الرحمن الشبل. دكتور غسان خريج جامعة الملك سعود عام 1982 من كلية الهندسة، حصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الثانية، ثم حصل على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية عام 1986 من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها وفي الإدارة الهندسية عام 1990. دكتور غسان عبد الرحمن الشبل حائز على جائزة الأمير بندر بن سلطان للتفوق العلمي عام 1990 ميلادية. عمل بوزارة الداخلية بالإدارة العامة للمشاريع عام 1982، ثم التحق بشركة الإلكترونيات المتقدمة منذ شهر نوفمبر 1990، وأصبح الرئيس التنفيذي في عام 2003 ميلادية. حياك الله دكتور غسان. الله يحييك وشكرا على الاستضافة في البرنامج الرائع. حياك الله. أود أن نبدأ كما ذكرت أنه شركة الإلكترونيات المتقدمة هي إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي. الآن نبدأ حديثنا بالتعريف ببرنامج التوازن الاقتصادي. كيف بدأت فكرة هذا المشروع، ثم كيف بدأ المشروع، ثم سنتحدث عن تفاصيل كثيرة حتى نصل إلى الوضع الحالي لبرنامج التوازن الاقتصادي. برنامج التوازن الاقتصادي هو في الواقع كان فكرة رائدة بدأت في منتصف الثمانينات الميلادي، وفي تلك الفترة نظر ولاة الأمور إلى أنه يعني يتم تنفيذ برامج كبيرة جدا، وخاصة في مجال تطوير مقدراتنا الدفاعية في المملكة العربية السعودية، ونظرنا إلى دول مختلفة، ويعني رأت الدولة بأنه الكثير من البلدان يتم إيجاد مقدرات متقدمة تقنية فيها من خلال استخدام المقدرة الشرائية. فأثناء تنفيذ البرامج يتم نقل تقنيات متقدمة إلى تلك الدول، ومن خلالها يتم توطينها، وبالتالي تصبح هذه الدول خادرة ولديها إمكانيات تقنية متقدمة. نعم. ومن هنا بدأت فكرة برنامج التوازن الاقتصادي في منتصف الثمانينات، حيث كان في أحد البرامج الكبيرة اللي يتم تنفيذها من قبل وزارة الدفاع والطيران في تلك الفترة، وبدأ تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي عليها. لعمل ذلك شكل لجنتين. اللجنة الأولى هي لجنة وزارية يرأسها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، والأعضاء في اللجنة الوزارية هم وزير التخطيط، وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، إضافة إلى وزيرين من وزراء الدولة وهم الدكتور عبد العزيز الخويطر والدكتور مطلب النفيسة. اللجنة الوزارية تنظر إلى وضع السياسات العامة للبرنامج، وبالتالي حددت تلك اللجنة الوزارية الأهداف الأساسية للبرنامج، والتي تشتمل على نقل التقنيات المتقدمة إلى المملكة، وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين، وكذلك من خلال المشاركة في تنفيذ البرامج المختلفة تدريب الكفاءات الوطنية لتصبح على أعلى مستويات التأهيل العملي لتشارك. كذلك من النتائج المصاحبة والتي وضعت كأهداف أساسية للبرنامج هي خلق الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين من خلال المشاركة في تطبيق البرنامج. ففكرة البرنامج تعتمد على أن الشركات الأجنبية اللي تقوم بتنفيذ برامج عملاقة في المملكة العربية السعودية عليها التزامات في التوازن الاقتصادي، والوفاء بهذه الالتزامات هناك عدة سبل للوفاء بتلك الالتزامات، منها إيجاد شركات جديدة، وهذا ما تم في بداية البرنامج. من خلال إيجاد الشركات الجديدة تكون مشاركة ما بين الشركات الأجنبية اللي عليها الالتزام في التوازن الاقتصادي ومستثمرين محليين اللي يجدون بأنه هذه البرامج هي برامج محفزة وذات جدوى اقتصادية على المدى الطويل.
وبالتالي فكرة البرنامج التوازن الاقتصادي وجدت ليس للوفاء بغرض واحد، ولكن لتحقيق عدة أهداف في آن واحد، وبحيث أنه تكون لها مساهمة في التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. طب هل فكرة البرنامج هذه مثلا نقلت من 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 تجارب دول أخرى؟ هل هذا البرنامج سبق تطبيقه قبل تطبيقه في المملكة العربية السعودية في دول أخرى؟ نعم، التوازن الاقتصادي، فكرة التوازن الاقتصادي كفكرة تطبق في كثير من الدول اللي تعتمد بشكل كبير على استيراد احتياجات كبيرة من الخارج، وفي الواقع تطبق ليس فقط في دول نامية ولكن كذلك في الدول المتقدمة، ولكن بمسمى مختلف. فالفكرة نفسها موجودة في كثير من الأماكن. على سبيل المثال، بريطانيا لما تشتري منظومات مثلا دفاعية من دول أخرى كأمريكا مثلا، أحد متطلباتهم أنه يكون في ما يسمى الاندستريال بارتيسيبيشن، اللي هي المشاركة الصناعية، وهي تعتمد على نفس فكرة برنامج التوازن الاقتصادي، وهي وضع أعمال في شركات قائمة في بريطانيا اللي تؤدي إلى خلق وظائف للبريطانيين، إضافة إلى تنمية المقدرات في الشركات البريطانية القائمة. هذه من العالم المتقدم. في العالم اللي استطاع أن يتقدم بشكل سريع كذلك كانت هناك متطلبات مماثلة. على سبيل المثال كوريا كانت واحدة من المتطلبات الأساسية عندهم، هم وماليزيا والدول اللي هي الشرق الأقصى اللي استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي كبير، كلها اتبعت أفكار مماثلة بغض النظر عن المسمى، هل تسميها توازن اقتصادي، هل تسميها مشاركة صناعية، هم يسموها الأوفست بروجرام. الأوفست بروجرام هم عندهم كانوا يسموها أوفست بروجرام في الواقع. وبالتالي الفكرة نفسها فكرة موجودة، ولكن تختلف باختلاف الأهداف لكل دولة وأخرى. في دول كثيرة مثلا تركز على مسألة العائد الاقتصادي والمردود المادي للبرنامج، في دول تركز على مقدراتها الاستراتيجية وعلى الاحتياجات المحلية. على سبيل المثال البرنامج في المملكة العربية السعودية يركز بشكل أكبر على موضوع، طبعا ينظر إلى الجدول الاقتصادية لكل شركة تقام في البرنامج، هذا معيار أساسي. نعم. ولكن من الأشياء الأساسية فيه هو هل سيخلق فرص وظيفية للسعوديين المواطنين السعوديين، وهل البرنامج سيقلل من الاعتمادية على الشركات الأجنبية في المنظومات اللي تعتبر منظومات استراتيجية، ليس فقط في مجال وزارة الدفاع ولكن حتى في المجالات الأخرى. يعني على سبيل المثال منظومة الكهرباء تعتبر منظومة استراتيجية، منظومة الاتصالات تعتبر منظومة استراتيجية إلى آخره. وبالتالي الأهداف اللي وضعها البرنامج أهداف في الواقع يعني تهدف إلى أنها تفي بهالغرض. طيب بالنسبة لتجربة المملكة العربية السعودية، البرنامج ارتبط بفكره وإدارته في 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 بدايته بوزارة الدفاع والطيران، هل معنى هذا إنه كانت تجارب الدول من قبل برضو مرتبطة بوزارة الدفاع فيها، أو إنه أصلاً الأوفست بروجرام يعني فكرة للصناعات الحربية؟ الكثير من البرامج إذا ما كان أغلبها اللي تتبع نفس الأسلوب يكون فيها البرنامج الرئيسي، الأنكر بروجرام فيها هو البرامج الدفاعية. هل هو بسبب مثلا ضخامة حجم الإنفاق العسكري والصناعات العسكرية المرتبطة به؟ هل هذا سبب؟ ثلاث أسباب رئيسية. تفضل. واحدة منهم اللي هي ضخامة الإنفاق بشكل كبير على النفقات الدفاعية دائما، بحكم أنه المنظومات الدفاعية بطبيعتها منظومات غالية، تكلفتها عالية جدا، وبالتالي برامج التطوير الدفاعي دائما في أي بلد كان برامج تكاليفها عالية جدا، وبالتالي تستطيع أن تستوعب مثل هالنوع من البرنامج دون التأثير على الإجمالي. الناحية الثانية أنه البرامج الدفاعية، وإذا كانت الفكرة هي فكرة عملية نقل تقنية وتوطينها، البرامج الدفاعية طبيعة الإمبليمنتيشن فيها، طبيعة التنفيذ بطيئة وتقنياتها عالية. نعم. وبالتالي الناحية الثانية هي أنه بطء تنفيذ البرامج الدفاعية، البطء بسبب